مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامج صوتكم. هذا البرنامج الذي له الحصة الأكبر هو المشاهد الكريم والمتصل. برنامج صوتكم يستقبل اتصالاتكم ورسائلكم على الهواتف التي ستظهر تباعا أسفل الشاشة. اليوم أريد نتحدث على موضوع المعتقلين والمختفين قسريا، وأركز هنا على موضوع المختفين قسريا. مثل ما يعرف الجميع بأنه عندما يتهم شخص تقوم الشرطة بتنفيذ الأمر القضائي الذي يصدر من أحد القضاة، ويروحون على بيئة المعني، وأيضا يقدمون بأنه إجا أمر قضائي حتى يتم عملية الاعتقال أو حتى تفتيش البيوت، وبعدها ينتقل إلى مركز الشرطة، بعدها ينتقل إلى التحقيق، قاضي تحقيق يحقق وياه، وبعدين يحيل إلى محكمة. إذا طبعا كان هو متهم يحال إلى المحكمة، والمحكمة تحتاج إلى شهود وأوراق ثبوتية لإدانة أي متهم. لكن اللي يحدث بالعراق بأنه موضوع عندنا في محافظات النينوى والأنبار وصلاح الدين من عام 2003 لحد هذه اللحظة اللي أتكلم وياكم بيها، وجود 50,000 معتقل. طبعا مو كل العراق، احنا قلنا في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين 50,000 معتقل. أغلب المعتقلين الموجودين داخل السجون هو بدون أوامر قضائية. إذا كان العراق يخضع تحت الأحكام العرفية فهذا بحث آخر. الأحكام العرفية اللي متوفر عند بعض الدول، طبعا باستثناء الولايات المتحدة وباستثناء الدول الأوروبية، فقط في مناطقنا العربية مع الأسف أكو هناك أحكام عرفية. والأحكام العرفية من حق الشرطي أن يعتقل أي واحد، وأيضا أن بدون أمر قضائي. لكن بالعراق المعتقلين كثر، أغلبهم جوي تحت وشاية المخبر السري أو تحت بند وشاية المخبر السري. مو هذا موضوعنا، موضوعنا الاختفاء القسري. يعني شنو اختفاء قسري؟ يعني في مرة من المرات كنا مستضيفين أحد المحللين السياسيين، قال أنا ما أعرف شنو مختفين قسريا، يعني تحت أي بند مثلا. إحنا هنا المختفين القسريا أولا يتم اعتقالهم عن طريق مركز الشرطة أو الميليشيات. أولا ما يقولون لأصحاب أو ذوي اللي اعتقلوه أينم، يعني بيا مكان هو موجود، أين مكانه، لكن يختفي قسريا، ما يعرفون عنه أي شيء، وتبدي عملية الابتزاز. الابتزاز شلون يصير؟ مثل ما نسمع طبعا كليتنا بأنه موضوع تريد تعرف ابنك وين، انطيني كذا ألف دولار حتى أقول لك ابنك وين. طبعا ورا ما ينطون الفلوس ما تجيهم أي نتيجة، ما يعرفون هذا ابنهم وين. يعني عملية ابتزاز وضحك على الذقون، يعني عمليات نصب واحتيال. عندما يكون الأمر جدي أكثر يقولوا له مثلا هذا ابنك المعتقل موجود في مركز الفلاني. طبعا يروح إلى المركز الفلاني أو إلى السجن الفلاني، طبعا ما ينطوا أي نتيجة، وأيضا يطلبون من عنده فلوس يبتزوا لذوي الناس المختفية قسريا. وجود 50,000 معتقل أصبح مسألة طبيعية عند العراقيين. ويانا الأول اتصال بعدين أكمل لكم، لكن مثل ما قلت بأنه أنتوا أصحاب البرنامج هذا. محمد من تكريت. محمد سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك محمد؟ شلون صحتك؟ اليوم موضوعنا على المختفين قسريا. محمد مدى أسمعك بشكل واضح. محمد تسمعني عيني؟ اي اسمعك هسه تمام. تفضل تفضل احكي. والله احنا موضوعنا عن على الفلاحه وعلى شحه الماي نعم. نعم محمد اسمعك. تفضل تفضل تسمعني. فاحنا ناشد الحكومه بان على الحنطه وجاي نفلح، وما ماكو شيء يعني نستند عليه، ما ياخذون هنا وما يسددون، وكي سطحين هسه 35-40، يعني هاي العوالم ميت من الجوع. نعم. شو تقول شو السولف؟ انتو ايش تزرعون؟ تزرعون حنطة؟ نزرع حنطة نعم. طيب توردوها للدولة لو وين؟ ايه للدولة نعم. طيب الدولة ما تنطيكم فلوسكم؟
ما جاي يعني ما جاي يسددون والعالم ساحب من الجوع وجاي يحرقون على المي والمي. شنو السبب؟ شنو السبب؟ ليش ما تعطيكم؟ ما اعرف نسوق وما اكو شيء. زين انتم توردون المحافظه صلاح الدين اول لو قبل تودوها لبغداد للوزاره التجاره؟ لا لا صلاح الدين وزاره التجاره صلاح الدين. طيب ليش ما تفاتحون مثلا المحافظ او مسؤول وزاره التجاره بالمحافظه؟ ليش ما تفتحون وياه الموضوع؟ والله جاي نفتح ويا المواضيع وما اكو اي شيء. ونوب صعده والاسمده صارت لنا بمليون. بيش كان؟ ليش؟ فوق المليون. بيش كان؟ كان ب 300، من 300 ل 250، صعدوا مليون. صعدوا مليون. ما عندها وما جاي وما جاي يسددون يعني العالم هم عندها كان يقولون طش كيمياء وما جاي يسددونها. نعم. يعني اقول لك سبحان الله. الله يكون بعونكم اخ محمد من تكريت، شكرا جزيلا لاتصالك. طبعا يعني ويانا ابو عراق من الفلوجه. ابو عراق السلام عليكم. عليكم السلام اخوي العزيز. شلونك ابو عراق؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك. تفضل يا ابو. ما موضوع المغيبين المختفين قسريا والمغيبين. نعم تفضل ابو عراق. اخوي العزيز اشكرك واشكر هذا البرنامج الطيب الراقي. من خلال قناتكم اوجه سؤالي وتصريحات للحكومه، خل تنظر لهالناس هاي. نعم. كافعات الشغله وصلت حدها يعني ما يكفيهم بعد هاي الامهات وهاي. نعم. الناس الكبار السن اللي جاي تراجع السجون، حتى السجين له حقوق ما جاي يشوف، يعني من ضمن الحقوق. نعم. المواجهه. يعني وين لي وين يريد يوصلونا بعد؟ ما كافي عاد، لا بالسجين خلصان، لا البر خلصان. نعم. ما كافي يا حكومه، ما تلتفتون على الناس هاي، على الفقره هاي. عندك احد مختفي قسريا؟ ابو عراق. والله انا ما عندي بس انا من جاي اشوف واسمع هاي الناس اتعلم. نعم. على البعد. نعم نعم. يمكن ما انا هذا السجين هم اخويا وابن اخويا وابن عمي. نعم صحيح. يعني كل الشعب العراقي هو انا فرد من عنداني. نعم. فنوجه من خلال منبركم هذا نوجه للحكومه كافي عاد. نعم. يعني وصل حدها بعد. كافي دير بالكم على الناس هاي. باكر راح تقفون يوم رب العزه. ونعم بالله ونعم بالله. وكلها مسؤوله، خاف احد يقول لك انا لا. نعم. ابو العمامه مسؤول. المسؤولين هم مسؤول باكر يوم الله. نعم. فكاد عاد. الريد تطلع على الناس المعممه مو كان ما متكاملين على الكراسي. نعم. وعلى المناصب وهم مو اهلها. نعم. طالبوا بهالناس هاي المغيبين وين؟ أنا أشكرك أبو عراق من الفلوجة، شكرا جزيلا لك. ويانا أحمد من بغداد. أحمد السلام عليكم. السلام، شلونك أستاذ؟ أهلا وسهلا يا مرحبا، تفضل أحمد. أستاذ أنا أعتذر على إزعاجك وأتمنى تخليني أتكلم بصراحة. يعني تفضل. أهلا وسهلا بك أستاذ العزيز. يعني اليوم الواقع الموجود بالعراق. نعم. بالنسبة للناس المحكومة يعني بالسجن. نعم. لا جاي تحصل حقوقها الخاصة بها. نعم. ولا المغيبين جاي يطرحون أسماءهم. طيب. وإحنا بدوامة يعني اليوم نحكي عن الشارع ونحكي عن الانتخاب وما أعرف شنو. نعم. وأكو شغلة يعني أنا أعرفها وأنت تعرفها. نعم. وكل الإنسانية تحمل أن حق البشر يعني هذا حق محفوظ. نعم. بس ما أعرف يعني أنا أريد أسأل سؤال، يعني هل الأمم المتحدة يعني لهالدرجه مستغبيه المواطن العراقي اللي له حضاره 1400 سنه؟ نعم. يعني مستغبيتنا يعني ما يعرفون هذا الشيء. امريكا اللي اجت نشرت الديمقراطيه بهذا البلد يعني. نعم. ما تعرف هؤلاء الناس يعني. زين اكو سؤال يطرح نفسه، يعني مثلا هاي الناس القائمه على الحكومه العراقيه يعني ما تحاسب انفسها؟ يعني هل قد مجرد نسبة التجرد الإنسانية من شخصياتهم أن يعلنون أسماء هؤلاء المغيبين؟ أستاذ أحمد، عندك مغيب قسرياً؟ عندك مختفي قسرياً من قرايبك؟ والله أستاذ أكيد. لا مو من قرايبي، من أقرب الناس علي، من عائلتي يعني. أها. شو وقت اختفى؟ أستاذ شو وقت اختفى أحمد؟ أستاذ. نعم أستاذ. نعم.
العبرة اليوم أنت من تتكلم أو أني أو أي مواطن عراقي بصرة عمارة بغداد أي مكان كان نتكلم بشيء موضوعي وشيء مفيد للكل. يعني هي مو العبرة الإساءة، أنت تدري رجل إنسان محترم، هي مو العبرة الإساءة الفلان أو الاسم أو غيره. صحيح. المطلب بسيط جدا يعني إذا تسمح لي، إحنا خلينا نتكلم بواقعية أكثر يعني على مود المواطن العراقي يفتهم ويتعلى شوية ويتحلى بدرجة من الإنسانية يعني. طيب. يعني احنا بالسجين كريستال ومخدرات واغتصاب. الخارج السجين يبيع بيته حتى يعرف ابنه وين ويبتزوه بكل الطرق. صحيح. زين الحل شنو يا استاذ العزيز؟ يعني احنا ما جاي نحكي عن حنزوره ترى. يعني حتى احنا نشكرك على برنامجك هذا وعلى الموضوع اللي انت بس ترى يعني هذا الموضوع يعني موجود يعني ما اعرف يعني هل العالم مستغبي المواطن العراقي؟ يعني المواطن العراقي اللي يحمل حضاره ومن الإنسانية ومن أقدم حضارات العالم وإلى تاريخه وشخوصه وإلى تقاليده وأعرافه ومن ثم الله كرم بدين الإسلام، يعني هل قد إحنا أغبياء يعني ما ظلت إنسانية أستاذ العزيز؟ أنا أشكرك أحمد من بغداد، أشكر اتصالك ويانا محمد من البصرة. أخي محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل أغاتي يا مرحبا. شلونك أخ العزيز؟ أهلا وسهلا يا مرحبا. أحييك وحيي قناة الرافدين الموقرة. الله يسلمك محمد، تفضل يا أبا. والله العظيم ما أعرف شلون أبدأ بيها وشلون أنهيها. عندك أحد مختفي قصريا؟ مغيب؟ أخي أنا ما عندي لا عندي طيب. مغيب ولا عندي سجين، بس طيب. أنا اللي أحكي وياك عن السجين. إي تفضل تفضل. أنا اللي أحكي وياك عن السجين ما أذكره بالضبط. نعم. بس بالبصرة. نعم. إيه يعني شو نظلم بيوننا قسم بالله ورسوله. نعم. ناس جاي تموت في السجون بس أكو تكتل إعلام وما حد يجي طاري عبد. شنو يسدون العائلة؟ شنو أسباب الموت؟ أسباب الوفاة؟ أسباب يعني. الموت. أول وحدة التعذيب بالتحقيق هاي وحدة. زين. اثنين الأمراض هذا بقول لك بطلع طبابة بقول لك انشب برجع. ماكو لا طبابة ولا أكو شيء. أمراض جاي تموت ناس كورونا تدرن أمراض مزمنة متروسة ترس السجون. وش حكي؟ ماكو طبيب بالسجن؟ العائلة إذا رادت تشتكي. أخ محمد. لا لا ماكو المر. لا ما يعني ما يجيكم طبيب بالسجن يفتار على السجناء؟ ثق بالله ورسوله. نعم. ما يجون بالمراكز وحكي لك على إصلاح مال حمدان سجن البصرة. نعم. سجن البصرة إصلاح مال حمدان. نعم. ثق بالله ورسوله صاحب بطبابة بس تقول له كليتي يعطيك علاج راس. يعني هيش مرحله وصلت ثق بالله ورسوله علاج يعني تروح له عليه مرض يعطيك مال غير مرض. نعم. هاي وحده واكثر نعم. العلاجات ما موجوده. نعم. فقط مال راس مال مال بطن مال ما اعرف شنو يعني كلش بسيطات اللي يعني بهم امراض تعبانه كلش. انت عد ما كنت بالسجن محمد يعني. محمد انت من كنت بالسجن ايش كم واحد مات قدامك يعني شفتهم شوف عينك قسما بالله العظيم زلمه شايب لا ياكل لا يشرب زلمه شايب يعني عمره بالثمانينات يعني قسما بالله ورسوله نشيل الدخله المكرم السامع للتواليت نشيله للتواليت غسله ورجع لفراشه ياكل بسكت شلون الاطفال انك على بماي وناكله بخاشويه لا حول ولا قوة وعنده تنازل العلم عنده تنازل وما جوا داخل السجن وما طلعوا شنو ذنبه 80 سنة وعايشين بفراشة لا يقوم لا يقعد لا ياكل لا يشرب شنو كانت تهمته ابو 80 سنة لا مو 80 سنة ها العفو 80 سنة الرجال العجوز شايب شنو كانت تهمته ها شروع بالقتل يعني الشغلة عادية يعني هو بيتهم يعني هو ابنه نعم اي معتهم خمس سنوات نعم ومات في السجن وعدة تنازل ومتنازل من عنده أبنه أنا أشكرك أخي أنا أشكرك أخي محمد من البصرة شكرا جزيلا لكن أعتذر لأن عندنا اتصالات كثيرة ويانا أبو سعاد من الأنبار أبو سعاد سلام عليكم عليكم السلام أستاذ تفضل يا أبو سعاد شكرا على قناة الرافدين اللي تداعي بالمقيبين نعم بس أستاذ أنت تداعون بالمقيبين بس إحنا مو بدولة إحنا بقابة احنا بقابة لو مو قابة بانه احنا عندنا مقيبين بسيطرة الرزازة طيب سيطرة الرزازة مال دولة
نروح على رئيس الوزراء يقول وين هم ما ادري بيهم، اذا رئيس الوزراء ما يدري بيهم من يدري بيهم؟ من يدري بيهم؟ وهي السيطرة حطها رئيس الوزراء العبادي والعصابة مالته. طيب ايه عندك احد مختفي قسميا مغيب؟ عندك احد؟ نعم نعم نعم، اخويا وابن عم اثنينهم. يا سنة يا سنة؟ بال 2015. ولحد الان ما تعرفون بيهم وين؟ ولحد الان نزلوهم من السيطرة وخلوا النسوان يروحن وهم نزلوهم. زين، منو الجهة اللي اخذتهم؟ وهذاك يوم هذا بدالهم. منو الجهة اللي نعم. اخذتهم؟ منو الجهة اللي اخذتهم؟ من اخذتهم؟ اخذهم حزب الله اخذهم. حزب الله تنظيم العراق. طيب زين، ما هم اذا الدوله حزب الله، ما ليه علي شاح حاطين علم العراق؟ اجيب حزب الله تاع الناس تخضع له وتروح تراجعهم على مقيب، تراجعهم على شيء، تراجعهم. هاي روتيني رئيس وزراء، روتيني سياسي الانبار، هذول كلهم روتيني، ترى كل داعمالهم ترى حالهم بس على مود المناصب. زين، ما راجعتوا مديريه شرطه الانبار عليهم ابو سعاد؟ راجعنا مدير الشرطه الانبار، راجعنا المحاكم، قدمنا دعاوي. شو يقولون؟ والله ولا يقدر يتنفسون. انتوا لا تشوفون انتوا هناك يا ترى، احنا هنا بقاب، هنا ما عندنا حكومه، هنا هنا ما حد يقدر يجيب طاري حزب الله فرد نوب، ولو مو بالقناه ما نقدر ترى نسولف بحزب الله. مو بس واحد واثنين، الاف اخذوهم بال 15 وال 14، الاف الى 16 وهم ياخذون بيهم. اي مو دا يقول لك من دا يقول لك من 2003 لحد الان موجودين 25,000 مغيب قسريا في نينوى والانبار وصلاح الدين. من 2003 لحد الان 25,000 مغيب قسريا، يعني ما عليهم اي نتيجة، يعني ماتوا وعايشين طيبين حتى الناس تفتهم. هي هاي الريده يعني ودلوان يعني راعي، وين راح يروحون بيهم؟ بس ادبتهم وين يروحون بيهم؟ نعم. اذا ذبحوهم ترى ما الاف ما تسكت عنهم. أيوة. بس الناس هسه عينت تامل على اليوم، على باشر، على الحكومه الجديده، الكشف عنهم ولا ما حد يسكت عنهم. نعم. وريد من خلال قناتكم الشريفه، زين امريكا شنو دورها امريكا؟ ولا احنا ما عندنا بقابه؟ انتوا تحشون على دولة العراق، عمي مو دولة هاي، هم هاي احنا عايشين بدولة. أيه. عصابة استاذ، دولة عصابة هاي. أيه. نعم نعم. ايه هسه واحد ما يريد يحمد بامريكا، بس هي كانت حتى الجيش الامريكي من كان يعتقل ينطي نجدة على الناس. أيه. الموجودة وين؟ طبعا هي اللي سبب بلاء العراق، هو سبب عصابات المجرمة دولة. ألف لحمة على أمريكا، أمريكا ما قيبت واحد لا مو لهالدرجة أبو سعاد، مو لهالدرجة نترحم. نعم. هي أمريكا سبب البلاء اللي صار بالعراق، مو نترحم عليهم لا. نعم نعم أمريكا قصدي سبب قصدي البلاء، بس قصدي أقول يعني حتى اللي كانوا معتقلين بالمطار أو سجن في البصرة كانوا ينطون. نعم. عليهم نتيجة يقول لك نعم منكم هنا موجود، يعني على أقل تقدير طبعا، بس هي سبب البلاء أمريكا، يعني هي سبب المشكلة بالعراق، هي الاحتلال الامريكي للعراق. ما نريد نبرئ ساحتهم حتى الناس ما تفتهمنا غلط. نعم استاذ. نعم. صحيحه، بس احنا مجرمين ازيد من امريكا. اي نعم، عندنا العراقيين مجرمين ازيد من امريكا بقول احنا. نعم. جزينا شكو دوله مجرمه جزيناها، زين من تاخذ واحد وتخيبه جيبه على محكمه مجرم اعدمه، قلت ان إيه هذا مجرم، إيه هذا جرامه واعدمته. نعم. من اللي يقول لك لا؟ أنا أشكرك. أنت من تأخذ تخيبة. نعم. نعم. حقد. نعم. بالحقد وبالكرهان. نعم. يعني ولا إحنا شريد من؟ نعم نعم. وأنا أشكركم وأشكر القناة الشريفة للداعين بيهم، عم يشوفونا يشوفونا حل، زي لا دولة عربية تصد علينا، لا دولة يهودية تصد علينا، لا يعني وين نحرجونا، وين نطجونا إحنا؟ نعم أبو سعاد والله. ودولتنا ساكتة. زين زين السياسيين استاذ. السياسيين ابو سعاد بعدك وياي لو رحت؟ نعم نعم وياك. نعم السياسيين مال الانبار ما يطالبون يقولون إيه؟ وين ولدنا مختفين قسريا؟ السياسيين الحلبوسي وغير استاذ الحلبوسي ماكو واحد. نعم استاذ ماكو واحد شريف يرشح بالحكومه هاي، من السنه كلهم ماكو واحد شريف يرشح، من ناجح الميزان وغير ناجح الميزان، الشرف ما يرشحون بهاي الحكومه. نعم طبعا. اي شريفكم نفسه، لان هي يعني مو حكومه، يعني حكومه 24,000 زلمه تغيبهم ما تقول له وين راح تبيهم. نعم نعم. انا اشكرك ابو سعاد. اشكرك ابو سعاد من الانبار، شكرا جزيلا. يقول احنا
يعني مثل ما تفضل أبو سعاد يقول إحنا مو دولة، إحنا غابة. طبعا غابة. العراق يعني جاء في المرتبة الأولى مو بالتقدم التكنولوجي أو بالصناعة أو بالزراعة أو حتى بمسألة يعني درجة رفاهية الشعب العراقي، إجا بالمرتبة الأولى بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. تقول العراق أحد أكبر أعداد الأشخاص المفقودين بالعالم، يعني الناس اللي انفقدوا بالعراق الصليب الأحمر، هاي مو إحنا، ما لنا علاقة بالبيانات اللي تطلع، هاي لجنة دولية للصليب الأحمر التي تعنى بالإنسان بشكل خاص. تقول العراق يوجد فيه أحد أكبر أعداد أشخاص مفقودين بالعالم، يعني المغيبين قسريا والمختفين قسريا. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقدر المفقودين، طبعا سوت شراكة ويا الحكومة الحالية، سوت شراكة يعني سووا بروتوكول تعاون ما بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر وما بين الحكومة العراقية، مثل ما تقول هي يعني على بحسب تعبيرهم مثل ما نقول، للمساعدة في مسألة استرداد المفقودين وأيضا وتحديدهم في مسألة أنه تسترد المفقودين وأيضا تحددهم، تحدد البقية وين صاروا. يقول العدد يتراوح منذ عام 2006 إلى 2020، يعني مو من الغزو الأمريكي 2003 إلى يومنا هذا، لا، حددت طبعا بمساعدة الحكومة في العراق، قالت من 2016 إلى 2020 عدد الناس المفقودين والمغيبين قسريا والمختفين قسريا يتراوح من 250 ألف إلى مليون، من 250 ألف مختفي قسريا إلى مليون مختفي قسريا. وين راحوا؟ يعني هم مو واحد واثنين وثلاثة. ويانا اتصال أبو مريم من الموصل. أبو مريم السلام عليكم. عيني وهلا مرحبا. شونك أبو مريم؟ أهلا غاتي. إحنا اليوم دا نحكي على المختفين قسريا، تفضل. هو أنا أخوي أنا دحكي على هاي. إيه تفضل يا أبا. أخوي أنا بالنسبة لي من الموصل. نعم. أنا أخذوني أنا وابني. نعم. وشفت يعني شفت أشياء ما شايفها قبل. نعم. يعني بحياتي ما شايفها ولا سامعها. نعم. يعني ذاك التعذيب والشيء، وبعد أسبوع أنا طلعوني وابني لحد الآن ماكو من 2016. ما تدري بي وين؟ ما تدري بي ولا أدري بي وين؟ جيتوا مو اعتقلوكم سوية؟ وين أخذوكم من اعتقلوكم؟ أخذونا منطقة مشدود عيوننا ما نعرف. زين. بس بالموصل. زين. ويعني وراها أنا وقفوني والله العظيم، لذا أقول لك ما تصدق. نعم لا صدق. يعني الدواعش نفسهم ها؟ إي نعم. الدواعش نفسهم يقتلون بينا حقون. نعم. الله يقول الوكيل. وابني لحد الآن ماكو. ما راجعت عليه مراكز شرطة كذا، مديرية الأمن؟ ما خلينا مكان ما شأنه ما أبعد نهائيا ماكو. إيش قد عمره ابنك أبو مريم؟ ابني لحد ما هسه ابني عمره 40 سنة. 40 سنة؟ مو صغير يعني، كبير. لا حتى عسكري هو. زين أبو مريم، ما أيوة ما حد قال لكم مثلا أنا شفته بفلان مكان، بفلان سجن، بفلان معتقل، ما حد ما قال لكم بي وين؟ أبد ولا طلع. قال كنا بال شمو بمنطقة بال تقريبا قريب على موصل جديدة. إيه؟ قال كنا غريقة وصار الضربة، قالوا إحنا نهزمنا وهم بقوا. نعم. وقت التحرير. نعم نعم. نعم الله يك. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا أشكرك أبو مريم من الموصل، شكرا جزيلا لاتصالك، ويا رب إن شاء الله كل مختفي ومغيب قسريا يظهر. يعني هو مو يعني لابسين طاقية الإخفاء، بس من يقول لك اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول لك عدد المخفيين قسريا من 2016 إلى 2020 يتراوح بين 250 ألف إلى المليون، رقم مو يعني مرعب، يخوف هذا الرقم. يعني مو مثلا اثنين ثلاثة، حتى واحد مثلا يقول لك اختفوا قسريا ماتوا بسبب التعذيب وغيرها، لكن 250 ألف إلى مليون. يعني حتى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حتى الحكومة الحالية في العراق ما تعرف عدد ايش قد المغيبين قسريا، لأن هي
تعاونت ويا الصليب الأحمر، فوصلوا إلى نتيجة الطرفين الحكومة والصليب، وصلوا إلى نتيجة يقول لك من 2016 إلى 2020 يعني من 250 إلى مليون، يعني حتى هي ما عندها رقم صحيح. ليش؟ لأنه هي تعتقل والميليشيات أيضا تعتقل، فما يعرفون إيش قد العدد لحد الآن. وعندما تجيك أي شخص يقول لك عدد المغيبين قسريا عددهم كذا فلا تصدق به. ليش؟ لأنه مثلا الميليشيات تعتقل من صفحة، قوات الأمنية تعتقل من صفحة، حتى هذه اللحظة تدرون إيش قد عدد فصائل الميليشيات في العراق؟ 108 فصيل. يعني مثلا يعني مثلا باقي الدول مثلا المافيا الفلانية تتبع إلى العائلة الفلانية الكبيرة الكبيرة، لكن من تقول أنت موجودين 108 فصيل ميليشياوي في العراق. ويانا الأخت أم محمد من صلاح الدين. أم محمد السلام عليكم. سلام، هلا، شلونك أم محمد؟ شلون صحتك يا به؟ الله يسلمك. اليوم بدنا نحكي عن المختفين قسريا. بدنا نحكي عن المختفين قسريا. اي تفضل يا به. انا عندي ابن وحي. نعم، وياك شلون بس عيدي لي؟ عندي ولد واحد هل وحيد عندي وياك. اي وياك دا سمعك. لقيت مرته. لقيت مرته ما ادري شرع لبدر، هي ما ادري غيره ما انعرف، وهو مو موجود بالبيت. نعم. هو تعلل يم امامه زين، يجي 100 متر عند البيت اكثر. ها يا سنة، يا سنة ويا سنة هاي. يا سنة حجية، يا سنة بأي سنة هاي الحكي ده تحكين؟ 2020 لا أربعة. زين، احكموه اعدام. ليش؟ شنو السبب؟ شنو التهمة مالته؟ شنو التهمة مالته أمي؟ احكموه، هو احترف اليد من الكسل من التعذيب. من الكسل والتعذيب والكهرباء. اي. واعترف، احترف على روحه. وهو لا حاضر ولا جد. الحاضرين أنا وأخته. نعم. وياك الحاضرين بالبيت انا و انا واختي واثنين مريه نايمين بغرفه، قعدنا لقينا الباب مشدود علينا ما انعرف منو واشادوا علينا. نعم. وقعنا الباب انا والبني، طلعنا لقينا الغرفه معلوقه والبني نصوره. نعم. جاءوا من ينامه، جاء من ينامه لدرابس قدامه. زين. دايرنا المطار، التمت علينا الآلة والشرطة. اي نعم. دايرنا المطار وطفينا النار. نعم. وياك؟ وياك حجية، وياك يابا. وهسه هسه علي الكاظم، السنة اللي بالكاظمية بسجن اللي الشعبة الخامسة. بالشعبة الخامسة ها. اي. شنو التهمة مالته حجية؟ عليه اعدام هل وحيد. حجية شنو التهمة مالته؟ شنو التهمة؟ ايش قال له ولا شنو التهمة مالته؟ حرمته. علقة بالغرفة، من عرف من المعلقة ومبوي البيت. نعم. واكو شهود، اكو شهود. اي نعم. عمه ونوان عمه و اي انتهم حارقه لبنيه، هو انتهم على لبنيه، اتهموه خذوه على السجن وبغطى عليه وكهرباء كتل وتعذيب. تعذيب اعترف. اعترف من الضين. اي اعترف. اي صح. اي. لا حول ولا قوة الا بالله. هو نفسه لابني قال لي يوم انا الدلع انا من ضيم احترفه، ترى مو انا اللي علبت لبنيه، مو انا، يقول انا معلبه. نعم نعم. انا اشكرك ام محمد من صلاح الدين، شكرا لاتصالك. والله يا
يعني نشبع قهر من نشوف يعني هالولد عندها واخذوه ومن جراء التعذيب اعترف. هواي اكو ايش ناس يعني من التعذيب هواي يعني اكو قصص عديده جدا يعني يعني ويا واحد من اصدقائي صارت يعني على اي حال. ويانا رجع ويانا الاخ محمد من البصره. اخ محمد السلام عليكم. عيوني. السلام عليكم. تفضل يا ابا. تفضل. الله يسلمك. تفضل اغاتي. اخي العزيز بس توضيح لاهل المغيبين. نعم. ومعلومات 100% مو 100%. طيب. حزب الله والعصائب شاركوا بكتل نصهم او ثلاث ارباعهم بسيطره الرزازه ظلوا ينزلون العوائل. اي. كلام موثوق من شخص مسؤول هو بالعصائب وشخص من حزب الله. هو هسه تعرف شنو؟ نعم. محمد تعرف هسه شنو ايضا يعني ما وصلت لهذا الموضوع لكن الرزازه والصقلاويه 1731 مختطف ومغيب قصري. نعم. دوله وين راحوا؟ بس اريد نفتهم دوله وين راحوا؟ وبالبث المباشر قسما بالله العظيم 100% قلت لك المعلومات. اي نعم. شخص من حزب الله نفسيته. نعم. بطل من عتم قال لي انا شفت الظلم بعين الشخص مغرب عليه وكان مسؤول وياهم للعلم. قتلوهم محمد جن العوائل قتلوهم لو شنو؟ اسمع لي شوي. اي وياك وياك العفو. العوائل ظلوا ينزلونهم يخلون العائله تروح النساء والاطفال قالوا الزلم ينزلونهم على الترابي. نعم. يقتلون قتل الجماعي ويدفنونهم بطلات. هاي وحده. طيب. الثانيه تجي قالتهم ثلاثه لو اربعه سجون بالصغلاويه قال سريه. نعم. وللعلم الحكومه تقدر العراقيه والمشرفه على هاي السجون ايران. زين الحكومة تدرب هاي السجون محمد الحكومة تدرب هاي السجون قسما بالله العظيم قسما بالله العظيم قلت لك مشرفة إيران على هاي السجون والحكومة ما تقدر تحكي إيران فوق روسهم خوش عشي وعندك ناس حاليا بالزوت وناس بالمطار بدون ملفات محكومين بدون ملفات أساميهم ما موجودة بالحاسبات العامة محمد مشرفة عليها إيران محمد حسب المعلومات اللي عندك حسب المعلومات. نعم. اللي عندك يعني. نعم. المغيبين قسريا بالرزازة والصقلاوية كلهم. نعم. تم. نعم. إعدامهم قتلهم. لا 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 مو كلهم قلت لك لون صنع ثلاثة أرباعهم اللي صفوهم. أما البعض اللي بقى وقلت لك محكومين بسجن الحوت. ايه؟ في المطار بس بدون ملفات. ايه؟ بدون ملفات تسامين ما نزل بالحاسبة. وللعلم أكو سجن سري بالخضراء تحت اللي تغوده الأمن الوطني من 2014 باشرة. أيه؟ لهذا يومك زين والحكومة بنص الخضراء قسما بالله العظيم. منو المتهم؟ حزب الله والعصائب هي اللي إذا تأخذ دولة. نعم نعم. واللي وشخص اتصل بيه شخصين أنا اللي علم عنده قناة على اليوتيوب بس ما أقدر أذكر أساميها وعنده عوائل هواي وتواصل ناس قيادات بالعصائب وكل مكان. لا طبعا احنا تواصل قيادات وسجون الاصلاحيه احنا ما نريد نورط العالم انها ما نريد نورط العالم يعني. نعم. عندي مسؤولين قلت لك بكل الاحزاب عندي ناس. نعم. تواصل وياها على الاصلاحيات بالسجون نفسيتها زين تقب الله ورسوله اكثريتهم زين. اقول لك محمد ليش محمد. نعم. ليش ما ينطون نجده. نعم. للناس بانه ترى ابنائكم عندنا شنو السبب ليش يعني يعني ليش ايران يعني تدمر العراق تدمر الاهالي تدمر مجتمع تدمر اطفال كلها قلت لك اللي تغوتها ايران والعراق ما يقدر يحكي تحت امره ايران اخذها. نعم. من عندي. نعم. نعم. عندك بعد شيء تريد تحكي محمد؟ عندك بعد شيء تريد تحكي؟ هاي بس اللي قلت لك اللي وصلته للعوائل ترى اكثريات موجودين بالسجون. والله اني اشكرك محمد. والله العظيم موجودين بالسجون. زين محمد محمد بس سؤالي الاخير هسه. نعم. هسه العوائل اللي جماعه الرزازه والصقلاويه وين يراجعون؟ نعم. مثلا وين يلقون ابنائهم ممكن وين بالضبط يعني للمنطقه الخضراء مثلا بالسجون لو يعني وين يعني نعطيهم فد نعطيهم فد اليه فاليه عمليه حتى يروحون. هي حل اخي العزيز على البث المباشر هي حل عندهم ليش بيسجون يطالبون بتدقيق السجون. اي اما يصير ضغط على الحكومه. نعم. لان عندي شخص قسما بالله العظيم طلع من امن الوطن من الخضراء. نعم. بالسجن السري قال قسما بالله العظيم الشمس ما نشوفها. لحد ما عنده عرف وواسطات كبيره وما اعرف شنو راجعت عليه ناس يلا طلعوه من هذول المغيبين اللي بالخضراء. نعم نعم. قال ناس يا ابو ناس كل عوائل اربعه من بيت واحد خمسه من بيت واحد قال ثقوا بالله ورسوله الشمس ما يشوفونها. لا حول ولا قوه الا بالله. بعد
قاد كله من صلاح الدين، من صغلاوي، أنبار، فكري، فلوجة، من موصل، كله من هاي المحافظات. ولحد الآن صار له 7 سنوات وست سنوات والعشر سنوات ولحد هذا يومك بدون ملفات. أنا أشكرك. ما أعرف شنو اللي يقعد بي. أنا أشكرك أخي محمد من البصرة، شكرا لهذه المعلومات القيمة، شكرا جزيلا أشكرك. ويانا وسام من الأنبار. أخ وسام السلام عليكم. السلام ورحمة الله أستاذ، وأنا أخبارك؟ يا مرحبا، تفضل أخي وسام حبيبي، تفضل يا أب. أستاذ العزيز، إحنا كنا أهل الأنبار عندنا محتغلين بالرزازة والصقلاوية وجسر الجيبي. زين. ونعرف اللي احتغلهم هم حزب الله والعصائر. زين. وين اعتقلوا؟ احنا بناتكم تعرفون وين اعتقلوهم؟ عندكم علم؟ نعم نعم، اخوي اعتقلوه في سيطرة الرزازة من غير كتائب حزب الله. زين. وورا شهرين طلع من يمه واحد مخلوصه يعدمونه، وطلع من يمه قال والله ويانا اخوك واعطاني حتى علاين يعني خاصه لي. زين. بياسن اعتقلوه يعني لاخوك، بياسن اعتقلوه 2016. 2016، طيب. من اعتقلوه، من اعتقلوه وين ودوه؟ ما تعرفون وين ودوه؟ لا استاذ، من صعدوا بالسيارات هو وياه تقريبا 200 او 250 شخص انتهى الاتصال وياه وانتهت اخباره، اي شيء يعني جهاز انغفل وخلص قافيه. يا يابا 250. اي نعم. لا حول. استاذ يعني احنا من خلال قناتكم الموقره يعني مجلس الامن الدولي، حقوق الانسان، هاي الحكومات اللي هاي الوزراء. نعم. يعني ما يعني عشان يقدر يعني هو لازم هو يعني لا 4 سنوات هو لازم تحقيق دولي يصير بهذا الموضوع، يعني كافي الامم المتحده جينين بلاسخارت، يعني الممثله الخاصه للامم المتحده ممثل الامين العام، يعني كافي، يعني لازم يسوون حل، يعني الناس اتدمرت، يعني كل بيت بمشكله، كل بيت بواحد لو معتقل لو ميت توفى يعني جراء الحرب او جراء التعذيب او لو عنده مختفي قسريا، يعني كافي سكوت، يعني ايش تنتظرون مدى افتهم؟ يعني الدول الاوروبيه 2016 هاي 2021 خلصت، هاي ابنائنا ما ندريهم وين اليوم. نعم. بالحياه او اموات ما اعرف، ما حد يعرف. زين اخوك مراجع يعني أخوك شنو مصيره هسه؟ ما تعرفون بي وين؟ ما نعرف استاذ، اخذوه حزب الله للرزازه وخلاص، ما نعرف مصيره، مصيره ورا شهر بجرح الصخر طلع من يمه شخص كبير بالسن، فقال هو وياه اكثر من بالالف، يقول بالالف سجين، احنا بمدرسه موجودين. وراها ورا ما اعتقلوه بشهر يعني خلاص ما نعرف عنه اي معلومه. راجعتوا ما اماكن؟ راجعنا اماكن الدوله فقط يعني بدون نعم، فما نقدر يعني ما عندنا جهه يعني امنيه، هم كلهم ميليشيات وما لهم لا مكان لا مكتب لا فد شيء حتى نقدر نراجعه. نعم. يعني وين نروح؟ نعم. فهو المسؤول عليهم غيث الخزعلي وكتائب هم هذول حزب الله و اي نعم نعم وعصابة اهل. انا اشكرك اخي وسام من بغداد، انا اشكرك، شكرا. تفضل اذا تحكي، تفضل يابا، تفضل يابا. من خلال قناتكم يعني استاذ. نعم. المجلس الامني الدولي نوصل يعني. نعم. تساعدونا. مو هو دا اقول لك، هو لازم تحقيق دولي، لان اكثر اللجان التحقيقيه التي شكلت في موضوع المغيبين قسريا ما طلعت بنتيجه نهائيا، لان شو تطلع بنتيجه؟ هم الناس اللي دشكلوا اللجنه هم عندهم ضلع في مساله الاختطاف. ف نعم صح، ماكو يعني ماكو حل الا بتحقيق دولي. لازم تحقيق دولي. كلهم مشتركين بنفس الجريمه. اي نعم نعم نعم. هو ما يشوف يقول لك تشكيل لجنه وبعدين اللجنه كل شيء ما تطلع. هاي التفجير اللي صار بالكراده اللي نعم. راح ب 500 واحد يعني ليله العيد وكذا، يعني لحد الان ما توصلوا الى اي نتيجه، ما يعرفون شنو هاي، شلون طبت، شلون دخلت هاي السيارات، يعني كل الدم العراقي مع الاسف اصبح رخيص، يعني مع الاسف والله. انا اشكرك اخي وسام من الانبار، شكرا جزيلا لاتصالك. ويانا ابو حسن من بغداد. ابو حسن السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام غاتي. هلا ابو حسن، يا مرحبا، تفضل يا ابو. الله يحفظك عيني، انا اختصر الوقت وياكم طبعا، انا اعتذر، انا صار لي سنتين ما متواصل وياكم. اي تفضل يا ابو، على الراس، اهلا وسهلا، الشرف. الله يحفظك. انا عندي ابني انخطف. ابو حسن يمكن انقطع الاتصال. ابو حسن على اي حال، عندنا منظمه هيومن رايتس ووتش، هاي تعنى
الملف الإنساني، ملف حقوق الإنسان. ويانا أبو أحمد من صلاح الدين. أبو أحمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شونك يا أبو أحمد؟ شونك يا أبو؟ الحمد لله، يسلمك كيفكم إن شاء الله. بارك الله بيكم على البرنامج الرائع، بارك الله بيكم. الله يسلمك. تفضل يا أبو، عندك مختفي قصرياً؟ عندك أحد؟ والله صار مختفين كثيرين يعني من أيام زيبة لحد الآن، وراحوا لا سؤال وين ما تسأل ماكو، وين ما تسأل ماكو. إيش كم نفر عندك أبو أحمد؟ كثير انه رحنا على شوي قسم بالدور قسم. يا سنة اختفوا ايام زيبز، ايام بداية شو اسمه النزوح، بداية لحد الان كل شيء ماكو، لحد من ايام النزوح ولحد الان ماكو. شنو يقول زيبز وين شنو يعني، وين صفوا بيهم الدهر يعني؟ ما سألت عنهم. أخذوهم من بزيابز، وبعد من ذاك اليوم لا خبر ولا زين. ما حد نسأل وين ما كان. ما حد ما يجي عليكم قال مثلا شفتهم بفلان مكان مثل اي اكو سجنات طلعوا يعني قسم صدفة فيسون موجودين يابا وين موجودين؟ ايه لا يقولون بالنافلة بس يقولون ببغداد كثيرين، مو بالواحد ما تعرفون بيهم وين. اي والله ما يعني هي يعني مشكله، تعتيم قوي على الناس واعتقالات قسريه يعني، ولحد الان هاي الحاله مستمره. نعم انا اشكرك. حسبنا الله وعلى خير. الله موجود، الله موجود، الله اسمه الحكم والعدل. يعني نشكو الى الله ما اصابنا حقيقه. انا اشكرك ابو احمد من صلاح الدين. مثل ما قلنا Human Rights Watch وهي منظمة معنية بحقوق الإنسان أيضا وبالإنسان بشكل عام، يعني تقدر الإنسان، تقول أو وثقت عمليات الإخفاء القسري المستمرة، وتقول العمليات الإخفاء اللي تمت أغلبها أو جزء من عدها، خلي أكون دقيق، تكون على أيد قوات الأمن العراق. المشكلة تعرف وين دي يصير؟ أنا أقول لكم المشكلة. تجي القوات الأمن العراقية تقبض على شخص طبعا بدون مذكرة قضائية، يعني قبل هيك تدخل على البيوت وتعتقل عشوائي. بعدين ايش يصير هسه بالسنوات الأخيرة؟ تسلم دول المعتقلين بيد السجون الميليشياوية. السجون الميليشياوية ما تعطيك أي نتيجة، ولذلك يصير مختفي قسريا. بمعنى يعني مثلا واحد اعتقلوه في مركز الشرطة أو اعتقلوه في مديرية مكافحة الشغ أو مديرية الجرائم مثلا، يعني يقولوا لهم انتم مين؟ يقولوا لهم احنا مثلا من مديرية الفلانية، مديرية شرطة مثلا صلاح الدين على سبيل المثال. بعدين شي يسوون؟ ينقلون دول المعتقلين اللي اعتقلتهم قوات الأمن العراقية، يسلموهم للميليشيات. من يروحون عليهم يقولهم والله مو عدنا، وفعلا هم صادقين مو عدنا، لأنه سلموهم للميليشيات. الميليشيات عندها سجون سرية ما ينطوك أي نتيجة، وحتى أكو قسم من عندهم يعني قاموا يتاجرون بالأعضاء البشرية مال المعتقلين والمختفين قسريا، يسووا له عملية اللي مثلا نقل كلى ورا ما يجرون التحاليل، ويتاجرون بالأعمال بالأعضاء البشرية مالتهم. أكثر الناس المعتقلين أكثرهم هم ماتوا وانقتلوا، يعني لأنه على أساس يحتفظون بهذه الأعداد الكبيرة جدا؟ مثل ما تقول الصليب الأحمر يقول خلال 4 سنوات مختفين قسريا من 250 إلى 1,000,000 شخص. ويانا منو أم علي من صلاح الدين. أم علي السلام عليكم. أم علي أهلا. أم علي حجية تفضل يا أبا. الله يسلمك. والله عندنا ولد اخويا مسجون ب وياك امي. سلام. وياك امي يا ابي تفضلي. عندي ولد اخويا ببغداد بالمطار. شو وقت تعتقلوهم؟ والله العظيم وانا حاجي بيت الله، والله العظيم كل شيء ما عنده نازح وجاء. نعم. وخذوه من السطر ما تلسمد صرع التكري. نعم. فوق تكريت. نعم. عنده 3 ويلات جهال وعنده بنية.
نعم. وهسا انا المصرف علي ما عندهم، انا اصرف عليهم. لا حول ولا قوه، مرات انا اصرف عليهم والله العظيم ما عندهم. نعم. كل شيء ما عنده والله العظيم، وعندي نسيبي علاقه رمي انا بعد جهال وظلم هذا وخذوه. نعم. والله مفقود اليوم له 7 سنين. نعم. بدا بس 7. أنا أشكرك معلي من صلاح الدين، وصلت الرسالة مالتش، لكن أنا آسف لك لأنه يعني برنامجنا شارف على الانتهاء حتى هذه اللحظة. من أنا آسف أن أتكلم بلغة السنة والشيعة، نحن بعيدين عن هذا تماما، لكنه أي تحرك من قبل الكتل السنية إزاء المختفين قسريا ما حد ما تحرك نهائيا. الكتل السنية اللي انتخبوهم، وأنا آسف أعتذر، أنا يعني بعيد جدا عن موضوع السنة والشيعة لأن هاي أصلا مو موجودة بالمجتمع، أكو ميليشيات بس ماكو سنة وشيعة وكذا، لأنه ثورة تشرين أذابت هذه التسميات حقيقة. الشباب كلهم طلعوا وباتوا بالشوارع في ثورة تشرين، ما حد مسألة تسني أو شيعة، ولذلك ما أحب أتطرق. لكن على الكتل السنية اللي دا أقصد في محافظة الأنبار ونينوى وصلاح الدين، أي تحرك ماكو من قبلهم، حائرين فقط بالمنصب والسيارات الفخمة والرواتب مالتهم مع الأسف. أنا أشكر جميع المتصلين وأشكر الناس اللي اتصلوا بينا وخابرونا، أشكر بشكل خاص الأخ محمد من البصرة اللي نورنا كثير حقيقة، وأشكركم على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.